احتفلت شبيبة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية بالعاصمة عمان بعيد الكنيسة وعيد الشبيبة ومرور 30 عاماً على تأسيس الكنيسة والشبيبة معاً. وقال الأب الروحي للشبيبة الدكتور إبراهيم دبور إن هذا العيد هو عيد المحبة وإعلان البشارة للأمم والعالم كله. وقد جرى خلال الاحتفال استعراض نشاطات الشبيبة والتعريف بإنجازاتهم لعام 2019. وفي الختام تم قطع كعكة العيد وسط فرحة وبهجة الحضور. عيد دخول السيد الهيكل يعني عيد اللقاء، عيد المحبة، عيد إعلان البشارة للأمم ولليهود وإعلان البشارة للعالم كله، وبتسمى عيد الفرح كمان. وإحنا شبيبتنا تأسست من 30 سنة مع تأسيس الكنيسة، ومنهم صار تزوجوا، منهم سافروا، بيجي شباب جداد، لكن هدفنا الأول هو خدمة الكنيسة وخدمة أنفسنا من قبل الرب، والتعلق بالكنيسة والتعلق بالرب مع بعضنا البعض، ونقدر إحنا نحن كلنا ثقة بأنه زي ما ربنا وعد سمعان الشيخ بأن لا يموت إلا أن يرى الخلاص، نحن رأينا الخلاص وكلنا ثقة بوعد الله أنه إحنا بدنا نكون أبناء للملكوت. اليوم طبعا العام 27 على تأسيس الشبيبة. اليوم كان الاحتفال شوي مختلف عن كل سنة. احنا كان في صلاة الصبح، اخذنا بركة من ابونا، وبعديها كان في فطور بالنادي الارثوذكسي، دعينا عليه اعضاء الشبيبة الفعالين واللي دائما بيكونوا موجودين وحاضرين، بالاضافة للداعمين اللي دائما بيكونوا موجودين معنا على مدار السنة. تم بهذا النشاط عرض للإنجازات اللي تمت خلال العام 2019 وتعريف أكثر بالشبيبة، وقطعنا مع بعض كعكة الشبيبة. وكل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله دائما بتكونوا موجودين معنا. بنشكر نورسات، بنشكر كل الداعمين لإلنا، وكل سنة وانتم سالمين.